شكت روحي ويا ما نده القلب شرياني وجروحي تنده إلك يا رب ببكوتي ونوحي تهون علي الصار فوح يا ريحان سلم أحباب القلب لا لا ولا لا يا بلا نقول الله الله أكبر يا وطن اسمك مطرس بالذهب والفضة الله أكبر يا وطن يوم الوغى ننده نقول الله الله أكبر يا وطن اسمك مطرس بالذهب والفضة لنهاب العدا ولا توب الردى لنهاب العدا ولا توب الردى إلا العالي بعلا الله 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 يوم الوغى ننده نقول الله لا لو لا لا يا بلالة شامي بين الرجالة بالفارس حارس على باب بالنور مطرف شالة بابك غالي بغلال عيون طهر وصل اطرابك يوم المحن منصور الله اكبر يا وطن بابك غالي بغلال عيون طهر وصل اطرابك يوم المحن منصور لنهاب العدا ولا توب الردى لنهاب العدا ولا توب الردى إلا العالي بعلا الله 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 يوم الوغى ننده نقول الله يا ما شكت روحي ويا ما نده القلب شرياني وجروحي تنده إلك يا رب ببكوتي ونوحي تهون علي الصار فوح يا ريحان سلم أحباب القلب روحي إلهي يجبرك وينولك يلي بخاطرك يا حق المهم خليكي محتاطة أنت وجوزك وديروا بالكم منيح مشي قولي الله يا خانو طمني بالك خانو عدم مؤاخذة أنا نسيت شغلة صغيرة بس شو؟ يعني مو في 200 ذهبية من أصل 700 هدول رعبون تهذيبك من الحبس؟ لا أنا أخذني الحديث ونسيت لحظة ولا قال لك؟ خلص بعطيك إياهم لما أطلع من السجن ما نحن رح نضلنا مع بعض إيه شو عليه ليش لا؟ مشي يلا روح سكينة؟ إيه نعم أمري أنت رتبتي موضوع الهريبة؟ عم رتبه يا خانم الله وكيلك عم رتبه طيب إمتى يعني؟ خفيها شوي خلاص انتي حطي ايديكي ورجليكي بمي مسقعه لا تشيلي هم بدنا نخلص من اللي معك مشان نتفرغ لحياتنا وشغلنا يعني ما سمعتوا لموظف القصر العدلي شو حكى انا خايف يكون الموظف عم ياخذنا ويجيبنا مشان على الطالعه والنازله يشفط بهالذهبيات اللي بده يحكي هذا الحكي بده يكون في عنده حل تاني وانا عندي تفضل خلينا نعمل مثل ما قلت ونبعت خبر لأبو طالب نخبره انه لمعات لساته عايشه وهو اكيد رح يتصرف طالما انت شاكك انه هي ورا خطيفته لا
أنا هلأ ماني شاكك، أنا متأكد إنه هي ورخطيفته. شلون؟ لأنه أبو طالب الكل بيحبه وما عنده أعداء. ما عنده أعداء غير مراد ولمعات، ومية بالمية هي ورخطيفته مشان تقتله بدم بارد وتشفي غل سنين. معناها خلينا نفكر بطريقة أخت أختها نخبره فيها، ومعارفه كتار بالحكومة، وأكيد خلال أيام رح يجيب تنفيذ الحكم. لا لا، خلينا نستنى يومين ثلاثة وبعدين قلنا حكي تاني. أنا خايف تروح من إيدي نادية خانو، ويروح مالكاناتها وحوانيتها وبيوتها، ونحن قاعدين عم ننتظر. لا لا، بدك تاخد شنو هلأ صرنا تلميذين. طيب تلميذين، بس وين المشكلة؟ يا أخي المشكلة أنا ما بحب كون طمع على أستاذي. بدك تاخد إجرة تعليم مرتي. يا عمي فهم علي، إذا أنت عم تقول إنه المستورة بدها تتعلم من ورا الشباك والدرس ماشي ماشي، فما في داعي لهي الإجرة الزايدة. لا سيدي في داعي. يا سيدي والله ما في داعي. كلمة تانية بلغي الدرس من أساسه. طيب خلاص مثل ما بدك. يا عين عليك الحق. ها والله يا الله. السلام عليكم. أهلين وسهلين يا صدي زينو. أهلين تقبرني، إن شاء الله ما تبلى يا حقي. يا بني ربك ازدهار، وشو جاي لعنا؟ لا جاي لعند جيران. جاي لعنا يا بني ربك منك. تفضل ارمي عن وشيك. يوه ليش لأرمي عن وشي لك أخي؟ ما في حدا غريب. أبو لمعي، يعني إيش كان أنت صرت من أصحاب هيك الزعامات والعضارات والمناصب؟ ما بيجوز لأختك تبين عليك. قديش افتطبولي؟ ايه؟ بس مثل جوزك ما مر علي طبل. عشت عشت عم إلا ترمي عن وشها شنو الأستاذ أحمد عم يعطيني درس جوا عشان أخذ السرتفيكا. سرتفيكا بصلاة محمد، سرتفيكا سرتفيكا. إن شاء الله بتقبر قلبي، يعني رح تصير من تبعات هدول الحبر والقلم. لسه ما شفتوا شي، أنا بدي صير أعطي دروس كمان. الله يخلي لنا إياك، الله يخلي لنا إياك. لكان يا أختي بكره بيقولوا هدول يتعلموا وفلتوها من جهة تانية. ما بسيدي يعني خلي حدا يحكي علينا. لا أي استغفر الله. يا الله يا الله فضلوا. ولي ازدهار بوشك عبية المولى. يلا وشو قلها طعمي هاي بلي؟ شو قلها طعمي؟ شرفتوا أنست عمي الطالب. الله يخليك يا طالب. شرف لك والله مشلوش، لكن نسيت خبرها لما الشام انه تجي. بسيطة عمي الطالب، بيتي وبيتك واحد. لا لا مو بسيطة، ما بصير تضل لحالك هيك عيب. أمرك عمي الطالب، كلنا بخدامتك. عمي طلال، أنا سبق وقلت لك أني اخترتك من بين كل الناس لأحكي لك شو في جواتي وتساعدني بهالقصة. ويشهد الله عمي الطالب، أنا كلياتني بخدامتك. ما بتقصير عمي. رد بكرر لك، أنا ما بعرف ليش حاسس أنه هالمخلوقة ما انعدمت. بيني وبينك عمي الطالب، وأنا عم شك بنفس الشي كمان. شفت؟ روق عمي الطالب روق. لك والله مروق، بس الناس ضوجتني. انا عم بقول لساتها عايشه والناس كلها عم تقلك انعدمت. وين بدي اروح؟ لك بدي ارجع لاشغالي واعمالي، بدي ارجع لعائلتي. والله الحق معك بكل كلمه عم تقولها عمي الطالب، بس هيك قصه بدها شويه روقان. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. عمي الطالب رح اقوم ساوي لك فنجان قهوه تروق فيه بالك، ونقعد نصفهم بهالسيره انا وياك. روح عمي ابو لمعي ركز وخليك معي. هاد الحرف شو هو؟ اخ. لا اله الا الله، بدنا نرجع على نفس الغلط. باطل. خاء عمي خاء مو اخ. خاء منت علينا استاذ. اللي زينه يعني انا بدي مثل نسيبي ابو لمعي. شلون يعني؟ يعني اتعلم اتعلم منه. ايش كان ما عندك مانع. تكرم عينك. غار مني صاري غار مني. عم قول لحالي بدي اتعلم مثل نسيبي ابو لمعي، بلكي هيك باخذ لي شي منصب بالحاره. ايه طبعا ما في مشكله. استاذ يعني عدم المؤاخذه، قديش بتكلفني الجلسه؟ جلسه؟ جلسه؟ هذا درس. لك ايه درس جلسة مثل بعضها الذي منه. يعني استاذ اشي لفه كلها على بعضها السيره، قديش بتكلف؟ ما تاكل هم سهر، دروسك على حسابي. عن جد؟ لك انا عم امزح، واذا بدك بتبلش من هلا.
يلا بسم الله استاذ بسم الله. ارو بلعك ها. ركزوا بالدرس. تقبري قلبي بدي يصير مثل جوزي زين. شش تكيلي عم تابع الدرس هيك هلا عم تعملي معي لك افتكار. شش ما بدي روح علي ولا حرف منه. ايه وانا بدي ضمي هيك عم بتحرق لك مرتخي. خلص هلا بس يخلص الدرس انا بفتح السيره مع اخوك. عيريني سكوتك هلا. ايه الله يوفقك. خلص يلا ميمي سموا بالله. سموا بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما قلت لك يا ام طالب الحمد لله مال الشام قامت بالسلامة وولدت وارتاحت. حاجة لازم ترجع على بيت جوزها. يعني الزنة ما قصر لا معها ولا معنا. بعدين المرة دخلت شو لها غير جوزها وبيت جوزها. مزبوط تقبرني عم تحكي كلامك درار يا بي. مزبوط يا صالحة. المرأة إلها غير جوزها وبيت جوزها ولا لا؟ وين يا بي؟ شبعت يا بي. بس ما أكلت شيء. أكلت ببيت المولى. صالحة. نعم يا بي. شو بكي؟ ما في شيء. هيك بتقومي وأنا عم بحكي معي؟ لك ماما ما حلوة تقومي وأبوكي لساته قاعد. من بعد إذنك يا بي ومن بعد إذنك يا أمي تركوني على راحتي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طول بالك تقبرني طول بالك. والله هو عم يحكي كرمالك يا صالحة والله. طلعي فيني حاكيني بس كلمة. والله هو كرمالك. بتعرفي لأبو طالب شو طيب؟ اخطي يا بي والله مو بإيده. ما اختلفنا يا بي بس كل ما طارت الشغلة بتيبس رأسها وبتعادت. قنعوها. طول بالك تقبرني هاليومين ثلاثة بدنا نشوف الشيخة حفصة شو بده يطلع معها. بعدين قلنا كلام تاني. لا إله إلا الله على سيري. خفوها خفوها يا أم طالب. مريم الله يرضى عليك يا بنتي أنت فيك تأسري عليها. قنعية يعني ما حلوة اطلع بالفشلة قدام عدوات الحارة وأهالي الحارة. في فرمان بده يطلع بتزويج العازبات هون. الله كريم تقبرني الله كريم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. شبعت أنا الحمد لله. طالب الصبر حدود. انا اكثر من هيك ما عاد فيني يا بنت الحلال. المحبه والرحمه شيء والاهتمام بمستقبل اولادنا شيء ثاني. طلع فيني لقلك نحن محبتنا لاولادنا يا بنت الحلال بيعني انه نهتم بمستقبلهم ونحرص على كل شارده وارده بحياتهم. لازم نفهمهم شو يعني العيلة، شو يعني الزواج، شو يعني الخلفة. هلا أنا عندي أغلى منكم يا أم طالب. لا والله تقبرني ما عندك. لذلك الله يرضى عليك خلال وقت محدد لازم تقنعوها. يعني أنا لو ما كنت مشوش لراسي كنت جبرتها كنت غصبتها واللي بده يصير يصير. خلص تقبرني خلص. كلامك أوامر. مساء الخير. مساء النور. خير طولت شغلت اللي بالي عليك. اخ يا سميرة اليوم كان عندي شغل كتير بالوزارة. يعطيك الف عافية. الله يعافيكي. المهم احكي لي شو صار معك مع الجماعة؟ بيني وبينك عائلة بتنشرب مع المي العكرة من الام للبنات كلهم حشمة وزوق اكابرية. ايوه تمام.
ولا هالصالحة يخزي العين حوله وحواليها نقطب مصحف كله أخلاق وحشمة وترباية. المهم تكوني حكيتي بالموضوع مع الست مريم. حاولت أحكي وتمنيت بس من عشقتهم بالخمسة ما صار مجال أبدا. بس كنتي لازم تحكي معها يا سميرة. ليش هي مو عندها علم إنه نحنا ناويين ناخد أختها صالحة لأخي؟ قصدي لازم تسأليها حكت مع أهلها ولا ما حكت لحتى نعرف. والله لا فضجي ولا كنو على سوس وكراوية وتمر هندي وآخر شيء أبو طالب بعت مع شغيله 3 طرطال صفيحة. يا سلام. تفضل يا خانم العشاء جاهز. والله جوعته أنا تعبان وجوعان كثير كمان. يلا تفضل. إجازة ورح يغيب عن السجن شي 10 أيام. شو يعني ما فهمت؟ يعني مهرب جنابك صار أسهل بكتير هلا. إمتى يا سكينة؟ أنا وعدتك يا خانو ما رح أخلف بوعدي. أيامه بتكوني برات السجن ما بقي إلا نشتري حراس مدخل السجن. وشو عم تستني؟ ما تشتريهم؟ يعني بيني وبينك هنن طمعانين شوي. قد ايه بتكلف كل القصة؟ يعني تقريباً شي 50 ذهبية. أمانة مشكلة، المهم يكون الموضوع مضمون 100%. أنت تطمني. امسكي من إيدي، ازديري بالك منيح. إيه ولا يهمك. ليكي فتي هون وهون، المهم اطلع بسرعة. تأمري. ويا ظلام ليلكن من غضبي ساعة يلي بطلع فيها من هالسجن اللعين. وحياتكن وحياتكن لدفعكن التمن لكل واحد تجرى وغلط معي. رجعوا ناموا مشوار صغير ورجعت لها لأمي. لا حول ولا قوة إلا بالله. أبو طالب شو صار أمي؟ لك أمي أبوكم شايف كابوس. يا لطيف يبعت لي حمى إن شاء الله. وما قدرتي تفهمي من كلامه عن مين عم يحكي؟ لك أمي الله يرضى عليكي عم بقلك أبوكم شاف كابوس يعني فاق عم بيصرخ ويعيط ولي على قامتي عليه. لا
وفوق كل هاد حمل حاله وراح لوين ما بيقول. بعين الله بدي شوف شو اخرته. حسبي الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طلال! طلال! يلا يلا! عمي طالب؟ لمعت عايشة. شو عم تحكي عمي؟ الليلة تأكدت إنها عايشة. وكيف عرفت إنها عايشة؟ وطالما عايشة هي ورا كل الفصول اللي عم تحصل لي. عمي فهمني مشان الله. فوت عمي. فوت. فيها شوي خلينا نجيب باقي الغراض. حرك انت، تعال خذ طربوشي ناقص ولا يقول لي شو اعمل. زكاتك اعطيني هالشنطة خليني هيك اعبي راسي اخذ لي سيجارة. يا سلام. لك يلا شي يوبها البيت ما؟ ايه لكم شو بدك يا يكون لوحدة مثل ما عاد خانون قولتك. ما يكون حدا شافك وانت فايت على البيت ها؟ لا طمني بالك. هلأ المهم ايمتى رح تهربيها لهالمخلوقة؟ لبتنق علي؟ اي والله ما بعرف، اليوم بكرة اللي بعده حسب ما تيسر الأمور بالسجن. مسكينة الله يرضى عليكي، خفية شوي وخلينا نهرب برات البلد بلا ما نقضي عمرنا كله على هبات ورعبات. من ناحية خلاص لا تشيل هم، ما بسائر شنو أنا بدي أخلص من هالبلاد اليوم قبل بكرة، بس المهم أنت كل ما فتت وطلعت على البيت انتبه ما حدا يشوفك لبين ما نخلص من السيرة. عبقلك طمني بالك وارتاحي، بس أنت خلصيني من هالسيجارة تبعك وخلينا نقوم نعمل لقمة ناكلها. امت من الجوع، ما أنا طول الليل عم ضبضب بهالبيت فطست من الجوع. خفية يلا حرك حرك. لوين تخبرني لوين؟ يعني هيك بدك تروح بدون ما تقلنا وين رايح؟ عندي مشاغل ضرورية خلصها وترجعي. من يوم يومك عندك مشاغل ضرورية؟ يا عبي ما كنت تطلع من البيت من دون ما تورجينا ضحكتك الحلوة. ايه والله تقبرني. الله يخليلي اياكم.
انا راجع على الغدا، بدي شل باطو. تكرم عينك على عيني وراسي. يلا تخافوا. الله معك تقبرني مهوني. الله معك. لا حول ولا قوة الا بالله. كأنه صاير شيء. آمين. معناتها مطلقة عنايات خانو. لك ايه مطلقة، وقالت هالشي بعظمة لسانها. ايه والله، يعني اذا صحيت بقلبي بعد غفة سنين جاي يستقبل فيني ونرجع زمن الماضي. لك ايه لازم، وانا يلي بقيت بدون جواز كل هالسنين كرمال محبتي لها. يعني صحيح هي تركتني وداست على قلبي هديك الايام، بس والله مو هي السبب. لا مو هي، لان امها كانت بتحب المصاري وعطتها لتاجر لبناني. لك ايه مو هي السبب، امها. ايه امها حبابه المصاري، وكانت هي بس يا حسره متمنيه تتجوزني. وقبل بعرسها بيوم واحد طلبت تشوفني حول مقام النبي يحيى بجامع الأمن، وكانت دموعها أحرام بتغسل مدن وعواصم من زعلها على محبتنا يلي قضى عليها التاجر اللبناني. أنا هو اللي قضى عليها التاجر اللبناني، وأنا وقتها يا حرام ما كان عندي لا حيلي ولا فتيلي. وهلأ ايه، هلأ بقيت حرة وحيدة، وممكن رجع محبة زمان وايام زمان. لك شو هالسيرة يلي طلعت لي على حين غرة يا أمة محمد؟ شو هالسيرة؟ يا رب يا رب تلاقي لي مخرج. صباح الخير. صباحك بالخير. شو عامل حاج؟ وين نزل الجليس من باكر؟ طيب ليش ما قال لي كنت بروح معه؟ هو كان وده ياخدك معه لكن لقاك نايم ما حب يصحيك. يصحيني؟ انا بدي اروح معه. يلا خيرها بغيرها. احضر لك الفطور؟ لا هلا بس يجي عمي الحاج نفطر كلياتنا سوا. ابوي فطر من باكر. طيب هلا قبل الفطور انا بدي اعرف رايك يا بنت الناس. رايي؟ ما فهمت. هسه حليمه انت فهمتي، جاوبيني ولا تصعبي علي. يا اخوي يا محمد هاني ما اقدر اجاوبك قبل لا تسال. اسال اجاوب. أنسى حليمة، أنا من أول لحظة شفتك فيها ما بعرف شو صار لي، يعني تكركبت. تكركبت؟ يعني ما بعرف شو بدي أقول لك، صرت عم فكر فيك من آخره. أنا بدي إياكي على سنة الله ورسوله. والمفروض أني أجاوب؟ ما فهمت. اسمعني يا محمد، حنا أهل عادات ولزوم البنية ما تحشي من شورها. هنا أبوي طول الله بعمره موجود، وهو صاحب القول والمشهور. أنسى حليمة، من إحنا كمان أهل عادات، وأنا ما بدي أطلع عن الأصول. أنا رح حاكي عمي الحاج، بس يعني أنا خجلان، يعني ماني عارفان شو بدي فاتحه بهذا الموضوع. قلت لحالي بس إذا أنت موافقة بتشجع وبحكي معه. ما بو لا خجل ولا حرج بشرع الله. عايزة حليمة بترجاكي جاوبيني. وين موافقت وأبوي ما وافق؟ أنا ما أقدر أكسر كلامه. قول أبوي يسبق قولي. يعني أنت موافقة؟
ناظر بعيوني زين. الزوم يصلك الجوا. أحضر لك الفطور. شو ناقصني دويخة أنا؟ يعطيك العافية يا بنتي. احترامي سيدي. شو؟ عم توصل لمعاد خانم؟ أكيد يا سيدي، كل شيء مثل ما وصيتنا. يعطيك العافية. الله يعافيك. يا لمعاد خانم، يا تاج راسي، يا ست الكل. خير يا راج. في شخصين برا عم يسألوا عنك وحابين يشوفوكي. شخصين؟ أيوه. ومين هن؟ ما بعرف. ليكون وصفي ومعه حدا من معارفه؟ لا لا مو وصفي، وصفي أنا بعرفه منيح. مين بدهم يكونوا؟ هلا لو أنا بعرف كنت حليت من عندي متفقين أنا وياكي. طيب شو لابسين؟ لابسين لبس عربي آخر رتابة. وشو قلت له؟ أنا ما قلت له شيء، اللي حكى معه الرقيب ومضيعة شوي حتى يجي لعندي ويسألني ونعرف منك شو بدنا نعمل. لك ليكونوا حلمي وعدلي؟ لا لا مو حلمي وعدلي. ولا بره؟ ولا بره يا ست الكل. مين بدهم يكونوا؟ مين بده يجيني بهالوقت؟ شوفي إذا بدك بروح أنا بتفاهم معه وبرجع بخبرك مين هني. بتحبي يساوي هيك هذا جاهز؟ لا لا ما إلي جلادة انتصرك حتى ترجع. امشي معي. تفضل. ما قلتوا لي شو بتحبوا تشربكم؟ الله يخليك ما بدنا ضايقك. ما بصير ما بصير كبر واجبك. ما بصير كبر واجبك مساعد راجي. الحقيقه انا من يومين اجيت من السفر وفي لنا سجينه عندكم هون حابب اطمن عليها. سجينه هون؟ طب اذا ما بصير سأله ممكن اعرف شو اسمها؟ اكيد لمعات المحتسب. يا لطيف الدائم الله الله يرحمها. عاد ميت؟ من تاني وصلت لعنا لهم. حضرة المساعد انت متأكد انه عاد ميت؟ طبعا متأكد. شو يعني عم يكذب عليك هون؟ طيب مساعد راجل وين تمت عملية الأداء؟ وين بتم يعني؟ ساحة المرجع. طب مساعد راجل انت متأكد انه عملية الأداء تمت بساحة المرجع؟ هلا ممكن تكون يعني معلومة مكان تاني. يعني مكان تاني مثل وين؟ يعني بدك تقول بشي قاعة من قاعات المحكمة. شيء مساعد راجي الله خلينا اياك ممكن تتاكد لنا وين بالضبط انعد بيت؟ هاتوا القلم من فضلكم ودواي يا بنا حلو ركبي صفحتي من بلوتي. لازم اطلع من هون بسرعة لأنه أبو طالب مانو متأكد من تنفيذ الحكم فيني وخايفة يكون عرف إني ورا مسألة خطيفته. مشان هيك لازم اطلع فورا شرقا وغربا علي أجد بلسما ودواء هيك من ورانا لك زينو. لك ايه ما هي صارت بالصدفة. انا رايح لعند ابن حماي ابو لمعين.
ولما شفت لك هالشوفي حطيت راسي بين هالروس وقلت يا قطاع الروس. ايوه وعم يصير دروس كمان ببيت ابو لمعي. لك ايه ابو شاكر ايه، وبعد الدرس طرقنا نقف الدين عشا على كيف كيوفك. ملوكي ابو شاكر ملوكي. وعشية كمان. تعرف شو يا ابو شاكر؟ هات هات لشوف زينو. هات طاير اعلي بشغلة هالعلم، طاير اعلي. ما احلى وما يطير اعلى، في احلى من العلم. لك ايه بركدا لما نستلم شي منصب مثل ابن حماي ابو لمعي. جبتها جبتها والله يا مقوض جبتها. شو قصدك ابو شاكر؟ العضوات مطرينك في الديوان. قل لهم جاي. تقوموا. شرف. حاد انتو؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. يعني قلنا بنجي بنسأل شو صار معك؟ شنو بصراحة أنا كتير مستعجل بموضوع الجوازي أخرنا. يعني ما رح خبي عليكم بصراحة بصراحة يعني طلبكم. مو طلبنا يا خانم، طلبي إلي لحالي خص نص. اي والله هي الجوازي الأخي حلمي. ايوه مشان نكون على بينة. يعني بصراحة مثلي مثلي ما قدرت لاقي لكم. هو أكيد بصراحة ما رح نلاقي مثلك، شنو مثلك مثلك ما في، وبعرف هالشي. شنو جنابك مالك أخت، بس يعني يعني شو؟ حظ عاطل يا بنت الحلال. وليش عم تتنهد؟ يعني حرام لو كنت بعرف جنابك قبل ما تتجوزي. شو قصدك؟ قصدي حرام تكوني من نصيبي من الأساس يا بنت الحلال. لك شو شايفتك سكرتي الباب؟ لك والله الشاب دايف فيكي وبيسوى عشرة من وحيد الأهبال. عجبت عم تحكي؟ أنا أختك بدي غشك. افتحي 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 الباب، في له قوام يبعت أهله. كيف بسمتي وديني خجلت؟ من شو؟ ايه من جرقته لهالدرسان؟ لك يا هبلة الشاب لما يكون حمج أحلى. عجد عم تحكي؟ لسه بتقلي عجد وبطيخ مبسمر عم قلك افتحي الباب وقلي له انك مطلقة وفهمي كل شيء وقلي له يبعت أهله. لك بس يا سعاد لسه بتقلي بس ما بدها بس خلص حاج افتحي الباب وقلي له انه انتي رضيانة وخليه يجي اليوم يبعت أهله. ايه مو بكونوا راحوا؟ قال بيكون راحوا. قال لا حبيبتي الشاب هيمان فيكي ودايب واكيد واقف برا هو ورفيقه. افتحي الباب وقولي مثل ما قلت لك. لا تحملي هم يا خانم، انا سمعت جناب ضيفتك شو حكيت، وباذن الله الليله الاهل بكونوا عندك وبيطلبوكي رسمي برسمي، وانا بخدامتك من الابره للجمال. شنو انا شاريكي يا خانم؟ بصير خير، اتكلوا على الله. خلينا نمشي شوي. شو قلت زعيم؟ لك انت ما لاحظت لي على معاون مدير السجن انه كان متلبك وعم بيحكي كلام شروي وغروي؟ مزبوط زعيم. ولما كنا نساله عن لمعات كان يتلبك وفوت ببعضه؟ ايه والله صح الحكي، بس يا ترى هو له مصلحه يكذب علينا؟ والله شاكك بهالدي. بس يا زعيم كل المعطيات بتقول غير هيك. لك عمي سبق وقلت لك لمعات قادرة تشتري كل عناصر السجن. شو قصدك فيها هي زعيم؟ ما بعرف ما بعرف. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اسمعنا لك العمى على هالقصة، شلون بدنا نلاقي أهل قدامنا يا خالد؟ يعني مثل العادي عندي. شلون ايدي بزناره؟ لا اسالني شلون، انا ما بحكي معك غير معذور. بس فهمني شلون. هلا انت مو بدك نسوان يطلبوا لك يا رسمي. شي معلوم مو شايفني مشلوش بهالسيره لك عدلي؟ خلاص تاخذون من هالشوارع. لك يقبرني ربك. اقل منا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شبيب يا ابو طالب شبيب. شغلت بالنا؟ لا تواخذونا انشغلنا شوي بالخانه. حصل خير يا ابو طالب. سيدي هي التكلفه اللي حكينا فيها. ايوه يعني رحت لعند احد معارف الاطباء
حسبيها على القرش. نصير خير. تفضل. هي اللي استنى. يلا. ها؟ صباح افندي، اذا استنى شغله على البكله. الله يخلينا لك. اخي ما مشكله. التكاليف علي مباشره وانتم. الله يبارك فيك يا ابو طالب. الله يخليك يا حق. الله يديمك للناس الفقراء. الحمد لله شئنا، الحمد لله. وبالنسبه للشباب فهذا الشيء صار عندك يا ابو طالب. ما مشكله. نحن خلال ايام نحدد مين الارسام نمشي. اتكلنا على الله. على بركه الله. ويعمل اتكال. يا بدرو. خلص روح، انا بحاسب ابوك. روح سلم لي على ابوك. الله يسلمك. السلام عليكم. مع السلامه. اسود وقلبه ابيض الباذنجان ريان يا بندوره. شو هالزباين اللي لا بتسر ولا بتنوم عند الصبح؟ شو هذا؟ السلام عليكم ابن عمي. عليكم السلام. الله لا كان جاب الغلا. لك شو اللي جابك يا ام مرزوق؟ شو اللي جابك؟ انا ما ننبه عليكي ما تطلعي برات البيت. مو بعتت خبر اختك ام صافي ابن هالليله جاي لعنا؟ ايه. شو ايه يا ام مرزوق؟ بهالحاله صار لازم تكثر الخضره والفاكهه، شنو زادوا المعازيم؟ هلا اختي اللي بعتت خبر ولا انت اللي نكشت الموضوع وعزمتيها بدك تبيضي وش على كتافي؟ يو ايه بزمتي بديني، هي بعتت خبر وحذر. ليش؟ ليش بقى؟ مو دريانه من جارتها انه حرمت ابو لمعي الحلاق واخته حرمت زينو القهوجي عم يتعلموا على ايدين ابن ابو احمد؟ ايه شو عم يتعلموا؟ ايه شو ايه؟ صار اختك بدها تتعلم وتعرف تفك الحرف. الحاصله خلصيني وراي شغل، حديثك كله لا بيسر ولا بينومس. مثل ما فهمت منها بدها تيجي تحكي معك الليله مشان تحكي لها مع احمد ابن ابو احمد مشان يعلمها القرايه والكتيبه. ناوي اختي تفضحنا باخر العمر وتكشف حالها على الغريب؟ لانه مثل ما فهمت حرمت ابو لمعي واخته عم يتعلموا من ورا الشباك بجمله هالرجال اللي عم يتعلموا بارض الديار. ها روحي روحي، انا هلا بعتك الخضره والفواكه. هي مرزوق لما تقولي عن جوزك انه بخيل امسكي يعدمني اياه اللي دلني على بيتكم. نسوان لا بتسر ولا بتنومي. بدها تبيض وش على كتافي اسود وقلبه ابيض الباذنجان. ريانه يا بندوره، ريانه يا بندوره، بس وزي 10 كبار مال اللوان. عمي خير يا وليدي؟ بصراحه عمي انا بدي احكي معك بموضوع وماني عارفان من وين بدي بلش. خير يا ولادي، صاير معك شيء؟ شو بده يصير معي يا عمي؟ يعني انت والانسه حليمه مغرقيني بافضالكم وبمعاملتكم المنيحه معي. لا عاد وش السالفه؟ عمي انا وقت اللي طلعت من الشام ما كنت عارفان وين وجهتي. فجاه عمي ما لقيت حالي غير عندكم هون. يلا حيك. عمي انا قلبي هو اللي سالني لهون. عمي ليش تحكي معي بلا الغاز؟ احكي دغري وقول وش ودك تقول. يا ما شكت روحي ويا ما نده القلب شرياني وجروحي تنده إلك يا رب ببكوتي ونوحي تهون علي الصار فوح يا ريحة سلم أحباب القلب. لا لا ولا لا يا بلا لا ذهب والبضاعة.
عدا ولا توب الردى إلا العالي بعلا. الله 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 يوم الوغى ننده نقول الله. سلم